صباح السعادة مشاهدينا. أكيد تختلف قدراتنا ومهاراتنا في العمل، هناك من نجده الشخص الشغوف وأيضا الحاب لعمله ليقوم به بكل مهارة ويستخدم جميع قدراته أيضا ليحقق العديد من الإنجازات في مجال عمله، وهناك أيضا الأشخاص الذين يتسمون بالاحترافية عشان يوصلون الموظفين وهذه المؤسسة إلى العالمية. الاحترافية أكيد حمدة تختلف من شخص إلى آخر، بعض الأشخاص فعلا لما تشوفينها تقولين هذا الشخص بروفيشنال أو هذا الشخص محترف وعارف شو المطلوب منه في وظيفته وما يتوقف عند هذا الحد، بل لا يحاول إنه يطور نفسه من فترة إلى أخرى. يمكن زينب إحنا كأشخاص مع تطورنا الذاتي يمكن نطلق على نفسنا أن أنا شخص محترف في هذا المجال، لكن إحنا كأشخاص مخالطين للآخر يمكن ما نعرف شو المعنى للاحتراف في العمل لدى الآخرين. إحنا ممكن نتطور بذاتنا لكن ما نعرف متى نطلق على الآخر شخص محترف في عمله. لذلك زينب وأيضا مشاهدينا متكلم كيف من الممكن أن يصبح الشخص محترفا في بيئة العمل مع ضيفتنا الأستاذة فرح مصطفى هبرم، مستشار تدريب معتمد في الإدارة وأيضا تطوير الذات. صباح الخير أستاذة فرح. صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذة. في البداية احنا يمكن تتعدد عنا مفاهيم الاحتراف للشخص في بيئة العمل، لكن شو المعنى الأساسي اللي يجب ان احنا نمشي عليه لما نقابل شخص ونطلق عليه شخص محترف في بيئة العمل؟ الاحترافية لغوياً أو الاحتراف باللغة هو ممارسة عمل بشكل مستمر بغرض تحصيل مردود مادي، لكن تقليدياً معنى الاحتراف هو الأشخاص الحاصلين على مؤهل علمي عالي بكالوريوس وأعلى، عندهم مهارات متميزة بمجال معين من العمل بتميزهم عن غيرهم، مثل الجودة، الإبداع، الابتكار، المهنية بالتعامل والحرفية بالتعامل، وأيضا يطلق هذا اللقب أو يطلق لقب ذوي اللياقات البيضاء على المحترفين للدلالة على أنهم هن بيشغلوا المناصب أو الأعمال اللي ما بتحتاج مهنية يدوية وإنما بتحتاج مهنية فكرية أو إبداع فكري. أستاذة فرح، في بعض الأشخاص يقولك ليش يجب أن أكون شخص محترف في عملي؟ يعني يقولك خلاص أنا عندي هاي الوظيفة أستلم الراتب بالشكل يعني الشهري، وتشوفينه ممكن يقولك أنا شخص منتج، بس ممكن بعض الأشخاص اللي حابين يوصلون لهذه المكانة أو هاي المنزلة يقولك ليش يجب أن يكون شخص محترف في عمله؟ هلا خلينا نحكي بالأول على الجانب الذاتي. لما أنا أكون حدا محترف بالمجال اللي أنا عم أشتغل فيه أو متميز بالإنتاج اللي أنا عم أنتجه، أكيد هذا رح ينعكس علي أنا، على ثقتي بنفسي، على تقدير الإنسان نفسه لذاته. النقطة الثانية أنه اليوم مدراء الموارد البشرية عم بيدوروا على الأشخاص المحترفين، لأنه نحن بنحتاج للحرفية لنبني بيئة عمل إيجابية. الإنسان الحرفي أو المحترف بعمله عنده مهنية بالتعامل داخل بيئة العمل، عنده قدرة على التعامل مع الأزمات، على التعامل مع زملاء العمل، فهو عم يخلق بيئة عمل إيجابية منتجة، بالإضافة لقدرته على الإبداع والابتكار، بالإضافة لأنه هو عم بيضيف لجودة المنتجات والخدمات داخل المؤسسة. فاليوم إذا أنت ما كنت على المستوى العالي من الاحترافية بعملك، أنت ما حتقدر تحافظ على وظيفتك ولا تستمر بمجال العمل. فأكيد هو مهم أنه نحترف مجالنا لحتى نقدر نتطور، لحتى نقدر نستمر بنفس المكانة اللي نحن فيها. أستاذة فرح، يمكن في بعض المؤسسات اللي عندها معايير الجودة وتقديم الوظائف أقل نوعا ما من المؤسسات الأخرى أو بيئات العمل الأخرى، هل بيئة هاي العمل من الممكن أن تثبط الشخص وما تخليه يسعى إلى الاحتراف في بيئة العمل، أو بالعكس تحفزه أكثر عشان يقدر أنه يطلع ومثل ما نقول يسطع نجمة بين كل الموظفين مثلا؟ هلا دائما نحن بنحكي أنه لما يكون في عندي التزامات أو مسؤولية بيكون عندي حافز إني أنا أكون up to the standard، يعني إني أنا أوصل للمجال اللي أنا بدي أتقيم فيه أو عليه. فالشركات أو المؤسسات اللي عندها عشوائية بالإنتاجية أو ما عندها معايير أو مقاييس لجودة الإنتاج لا تعتبر بيئة محفزة للاحترافية، وبالعكس أنا إذا كنت حدا محترف ودخلت على بيئة عمل من هالنوع ممكن إني أنا أتراجع للخلف بمهاراتي وبالخبرات اللي عندي. فبيئة مثل هيك ما نصحية أبداً للاحتراف ولا للتطور.
استاذه فرح، يمكن في بعض الاشخاص لما يسمعون كلمه الاحترافيه يقول ايش لازم هذا الشخص يكون اشتغل قبل او عنده خبره، هل يجب ان تكون هناك خبرات سابقه ولا ممكن الشخص الشغوف والمحب لعمله انه يوصل للاحترافيه يعني منذ البدايه؟ بالحقيقه الاحترافيه لنوصل لها بدها تعب وبدها شغل وبدها خبره. صحيح الكلام، يعني انت لما تتعلمي لغه اذا ما مارستي اللغه او اذا ما تكلمتي بهي اللغه انت اكيد اللي تعلمتيه ما استفدتي منه. فدائما نحن الجانب العلمي بالاحترافيه هو الاساس، ولكن الممارسه والخبره هي اللي رح تبني عندي مدى الاحترافيه. وهذا بنشوفه لما بتروحي عند طبيب، في طبيب كشفيته بتكون ب 200 درهم وفي طبيب استشاري كشفيته ب 500 درهم، هذا معتمد على خبره الطبيب، حتى انت ثقتك بالطبيب اللي معالج قبلك 300 400 مريض غير لما تروحي على طبيب عالج قبلك مثلا 100 او 200 حاله. بتفرق معك خبره الشخص التراكميه بجودة العمل اللي هو رح يقدمه. فما إحنا فينا نوصل للاحترافية بطريقة بسيطة، الموضوع محتاج ممارسة، محتاج وقت، محتاج تراكم من الخبرات لنقدر نوصل لمستوى عالي من الاحترافية. حتى ممكن تكون الورشات المقامة في بعض المؤسسات أو في بعض المؤسسات في الدولة أو بيئات العمل، من الممكن أن تحفز الفرد أن يكون محترفا في بيئة العمل. ذكرينا أستاذة فرح، ما مدى تأثير هذه الورش المقامة في عملية دعم أن يكون الفرد أكثر احترافاً؟ هلأ دائماً إحنا بنقول التدريب هو نقل خبرات من شخص لآخر، وهذا اللي بيفرق التدريب عن التعليم. أنا ما عم أقدم بس معلومات، أنا عم بعطي خبرة أو عم وصل خبرة أنا عندي مهنية لأشخاص مهنيين تانين. فموضوع التدريب أكيد بيزيد من قدرات الموظفين الاحترافية، ولكن أيضا نرجع منقول الممارسة وتطبيق اللي بيتعلموه بالورش التدريبية بشكل عملي هو الضمان أنه هنن يقدروا فعلا يطوروا من مهاراتهم. لما بيكون في بالمؤسسة نوع من أنواع التنافس أو خلينا نقول المخرجات التدريبية عم بيتم قياسها بين موظف وموظف، هذا بيعطي حافز أكبر للالتزام بتطبيق المعلومات اللي عم ياخدوها بالدورات التدريبية، وأيضا أنهم هنا يوصلوا لفرق بالأداء بعد الدورة التدريبية عن ما قبل. هذا كمان بيعتمد على سياسة إدارة الموارد البشرية مع الموظفين داخل المنظمة. أستاذة فرح، في بعض الأحيان بعض الأشخاص ما يقدرون يكملون التعليم العالي أو يوصلون إلى المراحل الجامعية. صحيح. بس فعلا تشوفين شخص مميز في عمله، هل ممكن تصنيفهم في فئة المحترفين أو الاحترافية في العمل أم لا؟ هلأ ممكن نصنف الأشخاص اللي بيشتغلوا أو بيحولوا هوايتهم لتجارة بطريقة مهنية، ممكن نصنفهم إن هن أشخاص محترفين، خصوصا إذا طبعا عم يستخدموا الفكر والإبداع بهذا الأمر. خلينا نفرق بين المحترف وبين الحرفي أو العمالة الماهرة. نحن دائما بنقول المحترف هو الشخص اللي، أو كان التعريف قبل أنه هو فقط الشخص اللي بيستخدم مهاراته الفكرية أو قدراته الفكرية. حاليا بلشت تختلف شوي مفهوم الاحترافية، فبدأ في ناس أنه هن ما عندهم تعليم أكاديمي عالي ولكن عندهم قدرات فكرية خلتهم يتمكنوا أنهم يحولوا هواية أو يحولوا قدرات بسيطة عندهم لشيء احترافي يدر عليهم مبلغ من المال أو يدر عليهم ربح مادي، وهذا المعنى اللغوي لكلمة الاحتراف. صحيح. حتى أستاذة فرح، نرجع إلى فكرة الورش المقامة في بعض المؤسسات. الآن بسبب جائحة كورونا صارت معظم الورش أو كلها نوعا ما افتراضية، تتيح للجميع أن يدخل هذه المنصات ويحضرها حتى إذا ما كنت أنت منتسب لهذه المؤسسة. مثلا مجرد رؤيتنا لبعض الإعلانات من الممكن نحن ندخل إلى هذه الورش والتعلم بعض المهارات. هل تحسين أنها نقل فكرة الورش التعليمية من واقع ومقتصرة على بيئة العمل إلى افتراضية وتتيح للعامة مثل ما نقول مشاركة فيها، زادت من احترافية الفرد في بيئة العمل؟ هي زادت من نشر ثقافة الاحترافية خلينا نقول، لأنه ما فينا نقيس الاحترافية إلا نشوف الشخص داخل العمل نفسه أو نشوف نتائج الأداء. ولكن إذا بدنا نحكي عن ثقافة الاحتراف أو ثقافة الوعي بأهمية أني أنا أحترف مجال عملي، زادت، خصوصا أنه هلأ معايير العمل ارتفعت أكثر، صار في عنا تحول رقمي، فاللي ما عم بيطور مهاراته أو ما عم بيكون مواكب للتغييرات الأخيرة اللي عم تحصل، حتى لو كان هو على مستوى عالي من الاحترافية، ولكن الاحترافية التقليدية ما بقى تنفع بالوقت اللي نحن فيه.
فأكيد التحول هذا اللي عم يحصل نحن محتاجين أنه نزيد الوعي لأهمية أنه نحن نتدرب أو ناخد أكثر من هاي المعلومات. إنما مستوى الاحترافية كاحترافية نفسها نحتاج أكيد نشوف نتائج اللي عم بيأدوها الأشخاص اللي عم يحضروا هالدورات أو هالورش لحتى نقدر نقيس الفرق اللي حصل بأدائهم. أستاذة فرح، كيف ممكن نستفيد من هؤلاء الأشخاص المحترفين اللي يعملون بشكل احترافي داخل المؤسسات؟ يمكن بعض المدراء ما يعرفون، وفعلا هذا الشخص تشوفين مع الأيام تبدأ قدراته أو مهاراته تتلاشى أو يصاب بالإحباط. شو هي الأماكن أو الوظائف اللي ممكن نعتمدها لهؤلاء الأشخاص عشان يبدعون بشكل أكبر وأيضا تظهر احترافيتهم في مجال العمل؟ دائما نحن بالموارد البشريه في عندنا جانب خاص بالاهتمام بالموارد نفسها اللي موجوده. نحن بنعتبر دائما الموارد البشريه يعني اهم راس مال موجود عند اي مؤسسه، فقسم الموارد البشريه لازم يهتم انه هو يكتشف هاي المواهب. يعني مثل ما قلتي بيكونوا موجودين ولكن نحن ما بنعرف عنهم. اكتشاف هاي المواهب بيكون عن طريق تحفيز توليد الافكار عند الموظفين، مثل جلسات العصف الذهني، مثل فتح الباب للمبادرات التطوعية. ممكن من خلال مبادرة تطوعية يعملها أحد الموظفين أني أنا أكتشف مهارة معينة عنده. كمان من خلال سياسة الباب المفتوح مع الإدارة، اللي هو أنا دائما كمدير مستعد أني أنا أسمع الأفكار الجديدة اللي أنت ممكن تقدمها، إبداعات الموظفين، اقتراحات ممكن تتقدم. ومن فترة بسيطة بشهر الابتكار كان عندي مشاركة مع أحد الجهات الحكومية، وكان عاملين مسابقة باسم الجهة وبعدها كلمة تبتكر. كانوا عم بيحفزوا الموظفين أنه هنا يطلعوا أفكار ابتكارية ليغيروا أو ليجددوا من طريقة العمل داخل المنظمة. وأثناء تقييم الأفكار فعلاً كان في أفكار رائعة تم تقديمها من موظفين شغلين مناصب عادية، فكان في تكريم لهم. واكتشفوا فعلاً أنه في عندهم أكثر من موظف عنده مهارة إبداعية بتفيد العمل. أيضاً أستاذة فرح، إحنا موقنين عن أهمية المهارات واكتساب بعض المهارات الجديدة حتى لو ما كنا محترفين فيها، ولكن التجربة نوعاً ما تعد لنا في هذا المجال. لذلك أعطينا بعض النصائح لاكتساب بعض المهارات الإضافية التي قد تفتح باب أو تصدنا على أول سلالم الاحترافي بيئة العمل. هلا اهم نقطه وحكينا فيها ونرجع ناكد فيها، الممارسه. يعني اي شيء بنتعلمه نمارسه بشكل عملي. النقطه الثانيه الالتزام والمثابره. يعني انا عندي هدف اني بدي احترف بمجال معين، فانا لازم ثابر. في اشخاص مجرد ما تعلموا شيء وحاولوا يطبقوه وفشلوا بينصابوا بالاحباط او خلص بيوقفوا. نحن محتاجين انه ما نيأس، نضل عم نحاول ونكرر التجربه ونستفاد من الفشل اللي نحن عم يحصلنا بانه نحن نرتب بدايه افضل للتجربه القادمه. بيهمنا جدا كمان يكون عندنا التزام او ديسبلين ذاتي، التزام ذاتي بالوقت اللي نحن بنحدده لنفسنا لاداء الامر، باهدافنا اللي نحن عم نحددها. وكمان اهم شيء المواكبة التطور اللي عم يحصل. يعني أنا إذا عندي مهارة أو عندي أمر أنا محترفة فيه من 5 سنين ما بتضل متمسكة فيه من 5 سنين لهلأ، محتاج دائما أني أنا أقرأ وأعرف الأمور اللي عم تتطور بمجالي أنا الاحترافي، شو اللي عم يحصل فيها وشو الأشياء اللي أنا محتاج أني أنا أضيفها لخبراتي أتدرب عليها لحتى أضل مواكب للتغييرات اللي عم تحصل. أستاذة فرح، هناك فكرة يعني في بعض الأحيان الناس تشوف المدير أو رئيس القسم هو فقط الشخص المحترف وأنه يجب الوصول للمناصب العليا لكي يثبت هذه الاحترافية، هل هذه الفكرة صحيحة نوعاً ما أم لا؟ هو نوعاً ما صحيحة، لسبب أنه الأشخاص ما بيوصلوا للمناصب العليا إلا يكون عندهم احترافية كبيرة وخبرة كبيرة ومؤهلات تميزهم عن الأشخاص العاديين الموجودين. ولكن هذا ما بيمنع أنه في أشخاص محترفين موجودين من دون ما يكونوا شاغلين مناصب عليا، لأنه بنرجع بنقول أنه الاحترافية بترجع لكتير عوامل نتيجة من نتائجها أنه أنا أشغل منصب عليا، ولكن المناصب العليا مش هي مؤشر دائماً على الاحترافية، ولكن الاحترافية طريق للوصول أكيد لمناصب أعلى من ما نحن فيه. صحيح، ولكن في النهاية من الممكن أن فكرة الصحة النفسية لدى الفرد أكيد قد تؤثر في ليس في بيئة العمل، ليس في حتى على الصعيد الشخصي. كيف من الممكن أن نحن نعزز من صحتنا النفسية بحيث أن نحن ما نخلط التدهور في الصحة النفسية خاصة لو كانت سيئة مع إنتاجيتنا في بيئة العمل؟
سؤال مهم جدا ومكانه، لانه الفترات الصعبه بالعمل او بالعائله احيانا بتعمل لنا احباط او بتفصل العقل عن العمل، فبتكوني انت صح موجوده داخل عملك بس عقلك مشغول بمشاكلك، او المكان نفسه اللي انت عم تعملي فيه هو مكان ما فيه بيئه عمل ايجابيه. لازم يكون عندنا أول شيء مهارات الذكاء العاطفي اللي هي تقدر تخلينا نتحكم بعواطفنا وبغضبنا، ما نطلع هاي الأمور بطريقة غير مدروسة. النقطة الثانية لازم يكون عندي تكيف مع الظروف وتحمل للضغوط اللي بتعرض لها. وبنرجع على النقطة اللي حكينا فيها كيف نوصل للاحترافية، المثابرة وتقبل الفشل أو تقبل الأحباط. لازم نستمر بالأمر اللي نحن فيه لأنه عندنا هدف. فوضوح الهدف، الذكاء العاطفي، القدرة على اكتساب مهارات إدارة الأزمة وأيضا مواجهة الفشل بالإيجابية، هي من أهم العوامل اللي ممكن تساعدنا نتغلب على الضغوطات النفسية أثناء العمل لحتى نضل بمكانتنا الاحترافية. بالفعل يعني أستاذة فرح يجب الاستمرار، وبعد الفشل أكيد سوف يأتي النجاح، ونحاول أكيد أيضا ندرب نفسنا ونثقف نفسنا، وبالمعرفة والثقافة أكيد رح نوصل لنتمناه. أستاذة فرح مصطفى نورتينا في هذا الصباح، يعطيك العافية على هذا الحوار الشيق. يعطيك العافية، شكرا.